اهلا بيك صديقي الفنان صديقي العزيز في الفيديو السابع من كورس تعلم الرسم بالالوان المائيه. الكورس اللي بص هيغير حياتك وبيخلق مهاره الرسم عندك بطريقه كويسه وبيبدا يحطك على طريق من انك تقدر تستغل المهاره ديت وتقدر تجيب بيها فلوس. وده السبب الاساسي اللي انا اختار نوعيه الالوان اللي احنا بنرسم بيها وهي الوان البوستر اللي خامتها قريبه جدا لالوان الاكريليك. الوان الاكريليك اللي بتستخدم في رسم اللوحات ورسم المناظر الطبيعيه اللي انت تقدر ترسمها الطرق اللي احنا متعودين عليها من الفيديوهات اللي فاتت زي اللوحة دي. شفت اللوحة دي يا صاحبي كده؟ اهو ديت انت ممكن تعملها بالوان الاكريليك. ده انا اعملها بالوان الاكريليك. ممكن تعملها وتبيعها يا صاحبي. طب هتعملها ازاي؟ كل اللي فيها انك بتعمل دمج بالالوان، دمج بالسماء باللون الازرق مع اللون الابيض، دمج للرملة ديت، فاهم؟ كلها دمج الوان اللي احنا بنتعلمه وبنطبق عليه في الفيديوهات بتاعتنا. فانا مش بعلمك مهارة كده من الفراغ، لازم تكون فاهم ان المهارة ديت تقدر انك توظفها وتقدر انك تجيب منها فلوس حلوة قوي. عندك منتج تقدر تبيعه. وزي ما انا قلت لك المهارات ديت مش متوقفة على رسم المناظر الطبيعية بس، ده كمان ممكن تستخدمها في رسم الانمي، رسم الشخصيات، رسم اي حاجة شكلها حلو انت بتحب تقدمها. فيلا بينا نشوف تحدي النهاردة. تحدي النهاردة جامد ورسمة جامدة قوي، رسمة فنانين كبار، وهنستخدم الادوات الجديدة اللي احنا نستخدمها، الفرشتين اللي احنا متعودين عليهم، وكمان معنا فرشة جديدة ديت ممكن تكون فرشة يا اما تكون بالمستوى ده اللي هي الوسط، ده فرشة وسط نفس اللي احنا معتادين عليها. كنت تستخدم الفرشة ديت اي فرشة عريضة قشطة يعني. ففيديو النهاردة تقيل قوي قوي قوي، فانا عايزك كده ايه تشرب فنجان قهوة كوباية شاي تروق على حالك وتجيلي علشان هعلمك النهاردة ازاي تعمل انعكاس القمر في المية زي ما انتم شايفين كده. وبرضو هعلمك تركاية جديدة في رسم النجوم غير تركاية فرشة الأسنان، فانت خليك جاهز ان انت هتاخد حاجات جديدة وحاجات حلوة قوي النهاردة. ف يلا بينا نبدأ. والألوان اللي احنا نستخدمها النهاردة اللون الأبيض، اللون الأزرق، الضيف الجديد معانا النهاردة اللون الأخضر، ومعانا برضو اللون الأسود، ومعانا اللون الكحلي. دول الوان السماء كالعادة، والضيف الجديد بتاعنا اللون الاخضر. وده فايدته ايه اللون الاخضر ده؟ اللون الاخضر مخلوطه على اللون الازرق بيدينا لون التركواز اللي هو لون البحر. ايه رأيك؟ كل مرة بنوع لك في الالوان اهو. خبطت لايك؟ اخبط لايك يلا عشان نشوف هنعمل ايه. حطينا الواننا وحطينا نقطه السرنجه بتاعتنا وظبطنا دنيتنا. خلينا يلا نفرد اللون الاسود فرشه واحده من اللون الاسود، وبعدين هنعمل فرشه من اللون الكحلي. طبعا احنا الموضوع ده كررناه اكتر من مره، فانت بدات خلاص تحفظ معايا اهو الطريقه اهو. بعدين اللون الازرق الفاتح، ايوه شاطر برافو. بعد كده ايه اللون الابيض. انا بقول لك بغششك اهو واحده واحده. هتلاقيني احط اللون الابيض دلوقتي اهو. بص هو حط الازرق وبعدين ده عمل الدمج واستخدم نقطه ميه وعمل دمج اهو قشطه قوي كده. خلص الدمج هيمسح الفرشه الاول وبعدين يغسلها وبعدين هيقوم يستخدم اللون الابيض. يا ولا فنان يا جدعان، استخدم اللون الابيض ويطلع على اللون الازرق ويعمل الدمج بالطريقه المعروفه ويشيل الفاصل وبقت الدنيا حلوه ولذيذه قوي معانا. عاش يا ابني والله، عاش يا ابني والله فنان، يا ابني والله فنان، اقسم بالله فنان. ايوه قشط قوي كده. طبعا اللوحه مقسومه نصين، ما ينفعش ان انا انزل باللون الابيض واللون اللبني ده اللي تحت كده، لا حاول تخليها في النص علشان هنستخدم النص اللي تحت ده في الالوان الثانيه. بعد كده هنبدا نخش على اللون اللي بعد كده اللون الاخضر، وده بنخلطه مع اللون الابيض بحيث يكون اخضر فاتح، وندلهم فرشه من اللون الازرق بحيث نحصل على درجه اللون التركواز. وكده بقى انا عملت التركواز غامق، معايا درجه التركواز فيها لونه غامق ناحيه الازرق، ومعايا درجه التركواز غامق لناحيه الاخضر، يعني مره مزود الاخضر ومره مزود الازرق. دول علشان يبقى في مرونه معايا في الباليتا بتاعتي وقت ما عاوز ده استخدمه وقت ما عاوز ده استخدمه، لانه زي ما انتم شايفين البحر او موج البحر بيبقى كذا لون في بعض، عمره ما بيكون درجه واحده بس كده، لا بيبقى كذا لون في بعض في عين ثانيه من عيون الباليتا، بحيث يكون معايا درجه فاتحه من اللون التركواز، بستخدم لون ابيض مع اللون التركواز وبحصل على درجه التركواز فاتحه. ببدا باللون الغامق الون الجزء اللي تحت، وهبدا برضو وانا برسم
اخد فرشة من هنا على فرشة من هنا. فنبدأ نعمل مثلا الخط اللي فوق ده نشوف هيدي ايه النتيجة معايا. تمام اوي كده. بعد كده هخلط على اللون الفاتح برضو بستخدم ازرق معاهم، ممكن اخلط التركواز على الازرق احصل على ازرق غامق قوي مع تركواز غامق على لون ابيض. المهم اللي انا ابدأ اللي انا اعمل تموجات من الالوان بحيث ما سيبهاش لون سادة كده، حاول تخلي فيها اكتر من درجة، مرة فاتح مرة غامق مرة فرشة من ده على فرشة من ده فرشة من ده على فرشة من ده، وبعدين تبدأ تعمل دمج بينهم وتحاول تخلي الدنيا لذيذة وحلوة زي ما انت شايف كده. وهنا بقى التركة في الدمج، ما تخليش الدمج كله سادة كده برضو، يعني حاول تخلي فيه خطوط لان ده موج بحر، حاول تخلي فيه خطوط بسيطة كده، لما يظهر معك خطوط ما تشيلهاش سيبها. بس كده انا خلصت يا صاحبي، كده انا خلصت. والتركة الجديدة اللي احنا هنرسم بقى النجوم في السماء المرة دي، مش ان احنا نستخدم فرشة السنان، في تركة تانية وهي انك بتستخدم فرشة وفرشة كده، معاك واحدة هتبلها ديت باللون الابيض وهتخبط بيها على الفرشة التانية كده زي ما انت شايف، وبرضو تجرب في ورقة خارجية علشان ما تروحش عند الرسمة بتاعتك تبوظها وتخربها وترجع تزعل في الاخر، خليك في ورقة خارجية واعمل كده. ايوه هتلاقي الفرشة اللي انت بليلها ديت بدأت تنزل نقط كده، فانت لو النقط ديت كويسة معاك قشطة روح بقى على اللوحة بتاعتك ظبطها. طب هي مش كويسة، يعني هي انت شايف هي هنا ما بتنزلش اصلا، فانت تقوم عامل ايه؟ حاول انك تبلها تاني بالالوان وبعدين هتقوم عامل كده. بس كده يا صاحبي انت كده رسمت النجوم. يا ولا فنان اقسم بالله. وبعدين هتستخدم التركة التانية بتاعتنا واللي بنرسم بيها القمر، واللي هي سفنجة عبارة عن دايرة وبنعمل ضغطة زرار كده فتطلع معانا الشكل اللي انت شايفينه ده بكل التفاصيل اهو. هي رسمت لك القمر بكل تفاصيله، ولا محتاج بقى اللي انت تفضل تعمل ليها دايرة وتشوفها مظبوطة ولا مش مظبوطة وتبدأ الدايرة تكبر منها غصب عنك. فالتركات الجديدة دي حلوة، لو لقيت الفرشة دي في اي مكتبة انت بتروحها حلوة هتفيدك يعني. بعد كده هنرسم الجبال وهنتعلم ازاي نعمل لها ازهار. بتبدأ تحدد الجبل بشكل عشوائي وتحاول ترسم الصخور في المية عبارة عن مثلثات، أشكال هندسية، مجسمات هندسية غير منتظمة، أي شكل يوحي إن ده جبل أو صخرة. بتعمل حتة بعيدة على حتة قريبة زي ما انت شايف كده بتفاصيل بسيطة جدا، تحاول تستخدم الفرشة الصغيرة في التفاصيل البسيطة بحيث ما يبقاش الشكل ايه طالع معاك مش شكله حلو يبوظ الرسمه بتاعتك، لو الحاجه كبيره فبتبوظ الرسمه، حاول تخلي الحاجه بسيطه كده. وزي ما احنا قلنا خليك حساس على الفرشه بتاعتك، انت بقيت فنان يعني خلاص بقى الراجل حساس ومشاعر، وحاول ايه تخاف على نفسك اليومين دول. بعد ما خلصنا رسم الجبال محتاج تعمل انعكاس القمر في الميه، ودي تركه برضو هتروح عند الحاجه مامتك تقول لها عايز السكينه، او لو انت معاك سكينه الالوان ديت او مسطره اي حاجه ليها خط سيف كده، علشان ديت اللي احنا هنستخدمها في رسم الشرطات بتاعه انعكاس القمر في الميه. بس يا باشا بعد كده هتجيب الفرشه بتاعتك وباللون الابيض وهتبل حرف السكينه كده، هتبل لها اهو، تحاول تخلي الحرف ده في لون وتبدا تعدل السكينه بالظبط على المكان اللي انت عايز تعمل فيه وتقوم منزلها كده، بس عملت لك الخط اللي انت عايزه. بس كده انت خلصت. هتكرر الموضوع كذا مره بخطوط صغيره وعلى حسب الخطوط الصغيره، يعني انت لو انت عايز شرطه بسيطه بتعمل نقطه بسيطه بس، بتبل حته صغيره وتحطها، عايز حته كبيره بتبل حته كبيره وتحطها، تعمل نقط عشوائيه وخطوط عشوائيه بشكل مثلث كده وانت نازل على مفيش كده يعني. الله على الجمال. ممكن تكمل الموضوع بالفرشه يعني عادي، تخلي ايدك خفيفة على الفرشة تعملها بالفرشة عادي. بعد كده محتاج ان انا اعمل اظهار للجبال ده، محتاج ان انا اعمل اظهار للجبال، هعمله ازاي؟ بالفرشة الصغيرة بتاعتي باللون الابيض، وهبدأ على طرف الجبال بنحط شرطات بيضة كده من ناحية القمر على الجبل. فنان والله يا ابن والله، كده عظيم قوي. حابب تزود وتعلي على نفسك قوي، حاول ان انت تبل فرشة بسيطة كده وتعمل شرطات، وحاول تعمل شرطات خفيفه كده وتعمل دمج بسيط كده ايه في الشرطات، مش تعمل لها دمج كلها في الجبل، لا دمج في حتت بسيطه، حتت بسيطه في الشرطات دي بحيث انك توهمها تخليها خطوط وهميه زي ما انت شايف كده اهو. بنحاول نقلل الحده بتاعه اللون الابيض بتاع الجبال ده اهو، خليه درجه بس بسيطه كده. كده عظيم قوي يا فنان.
ممكن برضو اعمل لي نجمتين حلوين كده في السماء. انت عارف ان احنا بنحب التحابيش، والتحابيش ضرورة ومهمة في اظهار الابداع والجمال. نقط بسيطة كده لو انت مش هتعرف تعملها بلاش، يعني حاول تجربها برا الاول، تتأكد ان هي شكلها حلو، ويبقى انت كده برنس، جربها في الرسمة بتاعتك. معرفتش مش تعمل لي نجمة كبيرة قوي كده، يعني بلاش بلاش يا صاحبي. بس بقى نشيل اللزق بتاعنا ونستمتع بجمال الرسمة بتاعتنا. يا للهول على الجمال، ايه يا ابن العظمه دي يا ابني؟ دي اللوحه دي يا صاحبي بعد ما تخلصها بقى تعلقها في اوضتك او تاخدها في حضنك وانت نايم، يعني حاول انك تعظمها وتعززها وتكرمها كده، ما تعاملهاش معامله ايه ان هي لوحه كده وخلاص، عشان انت تعبت. انا عارف انت تعبت يا صاحبي، انت عظيم يا فنان وربنا. بس يا باشا كده احنا خلصنا، يعني اتمنى ان انت الفيديوهات تكون انت جايبها كده من الاول، وتبقى برنس، يعني تبقى انت واخد كل المعلومات وكل الحاجات اللي انا عايزها، وتبقى انت كده متشبع بكل الافكار اللي انا بحاول اقررها لك في الفيديوهات، وحاول اني اعلي لك فيها واطور من مهاراتك فيها. فانت لو في فيديو فاتك او ان انت ما طبقتش على فيديو، حاول تجيبه بالترتيب علشان الفيديوهات اللي جايه عظمه قوي قوي. فاستناها واعمل لنا لايك شير سبسكرايب كومنت، قول لنا في عاش، اعمل اي حاجة يا جدع. يلا سلام سلام. في النهاية برضو اشكر الناس اللي بترسم الرسمة وتبعتها على انستجرام او على الفيس او على اي موقع تواصل، ده بجد يعني الناس دي لهم تحية مني، وبجد عايش 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 عايش. يلا سلام.